الدولاب كان بيخلص هنا وراه هنا بقى كان في صحارة. الصحارة دي بقى فيها كل حاجات الأستاذ اللي أنا عارفها. صور مش عارف إيه وشوفي صور ما حصلتش. مستر أكس لن يموت أبداً، إفيه كلنا حافظينه للفنان الكبير العظيم فؤاد المهندس. اللي إفيهاته والكوميديا بتاعته ليها لون تاني وشكل تاني وطعم تاني، اللي كلنا تربينا عليها واللي هنربي أولادنا وأحفادنا على فنه العظيم. والنهاردة في مئويته نقدر نقول إن فؤاد المهندس لن يموت أبداً، هيفضل عايش بفنه العظيم. فؤاد المهندس هو أستاذ الكوميديا في الفن المصري. هو باب الشقة موجود زي ما هو من هنا. طبعا ده كل ده اتغير ديكور طبعا. من هنا يبتدي السويت بتاع الأستاذ. من هنا الأستاذ خش بقى الطريق قدامي. كنا بنمشي كده وخش طبعا ده كان الحمام بتاعه، بس طبعا في حاجات متجددة. يعني من هنا من هنا البصي من هنا ممنوع الدخول او الاقتراب او التصوير غير بأمر الأستاذ. يعني ممنوع اقتراب او تصوير غير بأمر الأستاذ. نخش كده، ده كان حمامه. بس طبعا في حاجات اتجددت كتير. وبنفتح طبعا. انا اسف ان الاوضه متلخبطه، بس دي إيه؟ كانت اوضه دي اوضته، ده سويته تنشوشو والاستاذ. والاستاذ طبعا فنانه قديره شويكار والفنان الكبير العظيم فؤاد المهندس. دي كانت بس انا غيرت ده اوضته طبعا الديكور. كان السرير هنا. السرير كان هنا. وكان هنا في اتنين كومود والسرير على تو ليفلز، يعني مش من السرير مش كده. لا يعني بطلع كده ببقى عالي. السرير القديمه العاليه بالظبط كويس. وبعدين بمشي كده، كان هنا الكرسي اللي بيقعد عليه. هنا هو، وقدامه ترابيزة فيها حاجاته كلها كانت هنا. وبعدين كان في كرسي هنا. انا فاكر كويس قوي. كرسي هنا. كان هنا كان كرسي هنا كان بالباب. ما هنا هنا لا، كرسي في مكانك صح. هنا عشان السرير كان هنا. كان السرير هنا، كان كرسي في مكانك وكرسي تاني هنا، كرسي صغير. وبعدين هنا التلفزيون. طبعا ما كانش فيه LCD. كان التلفزيون هنا. وهنا الدواليب من الحيطة دي. اقول لك حاجة بقى، كان من هنا لحد الاخر الدولاب. ورا الدولاب، يعني الدولاب كان بيخلص هنا. وراه هنا بقى كان فيه صحارة. الصحارة دي بقى فيها كل حاجات الأستاذ اللي انا عارفها. صور مش عارف ايه وشوفي صور ما حصلتش. وراه كنت بفتح الدولاب انا قبل الحريقه طبعا، بفتح من بلغوص في اللبس وبس بامره، وابص لو كان هو محتاج حاجه. فكان التلفزيون هنا. التلاجه هنا مكان ديت، كان هنا في تلاجه كبيره. وايه تاني؟ والبلكونه دي كانت هي البلكونه هي كنا بقى بنطلع. ما كانش بيقعد فيها كتير. بس انا بقيت بقعد فيها كتير. تعالي هنا. كنا بقى بنبص على النيل. كان ساعات بيقعد على النيل. وساعات بقى بيعمل حاجه بقى لذيذه قوي. ايه بقى يعمل ايه؟ الاقي يندهلي انا في الدور السابع، يقول لي تعالى، ويروح جاي واقفين هنا انا وهو، جايب المسدسين بتوعه ويضرب كل 6 اشهر طلقتين في الهواء. ليه بقى؟ عشان المسدس ما يصديش. فيروح طالب طلقتين في الهواء تك تك، وانت تكون جنبه بقى. وانا اكون جنبه اقول له يا استاذ قلش بس يا ولد،
ويروح حاطط كان عنده مسدسين ويروح حاطط المسدس ده والمسدس الثاني يروح ضارب طلقتين. فكان يحب دايما الحته دي ويحب ان احنا يعني ما كنتوش تقعدوا مثلا تفطروا هنا؟ لا 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 مش لازم تحت. تحت. هو لو بيبقى مش قادر بي 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 بيقول ايه طلعوا لي الاكل فوق. في الاواخر كان ما كانش بينزل كنا بنطلع له الاكل فوق فيما عدا في رمضان. طب تنشوشو بقى كان بتحب البلكونه هنا؟ اه كانوا بيحبوا يقعدوا في البلكونه لدرجه ان حتى الى الان حتى ما حاولتش ان انا اقفلها ما حاولتش خليت حته البلكونه هي بلكونه تبقى بلكونه. وبعدين اصل المنظر كمان على جيل حلو طبعا حلو طبعا حاول فلا مش ما كانت بتحب تقعد في البلكونه وكده اهو وكنا لما بنقعد لما بنيجي بنقعد بنقعد جوه هنا اهو نحكي ونضحك وننهار. باننا واقفين هنا بقى عايزك تقول لي ايه كلمه مثلا او جمله الفنانه كبيره طبعا تنشوشو زي ما بتقول كانت بتقولها لك مثلا مش هتنساها كانت دايما بتفتكرها دايما لما بيجي اسم الفنانه شويكار بيجي الجمله دي بقى. الحقيقه مش فاكر كلمات حلوه قوي بس كنت بحب يا هايدي ان انا اسمع صوتها وهي بتتكلم يعني هي ليها دلع كده أيوة. في الكلام وبتعرف كده فتقول لي فكانت ايه وبعدين عندها بقى حاجه لذيذه جدا لما احكي لها حكايه ما تقاطعنيش تسمعها للاخر وتقعد تركز فيها قوي وتقول لي كمل اقول لها تنشوشو طب كمل الموضوع لما اقول لها فول ستوب فول ستوب وبتبتدي هي تقول لي الموضوع. هنا كان الكولونيات وبتاع وكان في مرايه كبيره ويقعد لما يلبس ويعمل الكولونيا كان حاجه غريبه قوي تخيلي انه كان اقول له ايه اطلع مثلا وانا قاعد مثلا وهو خارج يحط نوعين كولونيا على بعض ويقول له بتعمل ايه لي ريحه حلوه احط اتنين على بعض اتنين على بعض يبقوا فيهم حاجه وهو فاهم هيحط ايه على ايه فهو كان بيحب اللبس قوي وبيحب عارفه بيحب يدلع نفسه يعني هو كان راجل وده كان واضح الصراحه بيحب يطلع بالظبط وانا طالع زيه في الحاجات ادلع نفسي انا أيوه. مش مستاهل طبعا ندلع نفسنا أيوه. بس فديت ده كان هنا يحب يقعد وينده لي يقول لي تعالى اتفرج عليا وانا بلبس يعني كنت بحب اقعد بقى على السرير اقعد على الدرابزين التو ستابس اللي قاعدين فكان لا كانت حياة حلوة الصورة دي بقى موجودة من زمان؟ دي موجودة من زمان دي نظارات معرفش بقى متكسرة دي نظارة من نظاراته طبعا لما البسهم بشكل ما بانش قوي ودي واحدة مكسورة ما بصي بقى مع الحاجات دي يعني ده بقى الحاجات اللي بتزعلني يا هايدي ان بس اللي بي اللي بي بتلبس النظارات دي خالص ما لبسهاش بتلبسها. لا لبسها من ساعه ودي برضه نظاره من نظاراته ده اللي انا بحاول اشيلها ايوه دي الحاجات اللي موجوده يعني. اللي فضلت من الحريق يعني بشكرك قوي النهارده اتبسطنا جدا ده شيء بيشرفني ده شيء بيشرفني يعني. ربنا يخليك يا هايدي ده انا اللي ميرسي قوي واتمنى اكون عملت حاجه حلوه للاستاذ اكيد ربنا يخليك شكرا